اي على خاطري مغرفة شربة هاي هاي تحبش مقشلك عيبة تفاح كروفيت ظاهر فيك تموت على الكروفيت سوار جرب انت معاه تفضل اشرب حربوشة تسهل لك الطبيعة يعيشك من فضلك هاي طبيعة فاسدة دوي لا ظاهرة تعرف تقنع اسمع اللي تعملوا فيه كل زيت فاهم وين تحبوا توصلوا الديامونتات اللي بلعتهم مانيش مخرج منه كان تجيو انتوما وتبط العالم الكل باهي سامحني قديش باش يقعدوا في كرشك ماك باش تخرجهم باش تخرجهم مستحيل نخرج حاجه من كرشي من غير اذني الديامونتات اللي بلعتهم لو كان نعدي عمري كل نخدم ما خلصش حتى ربع حقهم وشنو باش ترسيلي تو باش يعدوا لي سرقه موصوفه قضيه تحايل نعدي 5 سنين ونخرج نكمل عمري كل شيخ اي سامحني يا ما 5 سنين حبس مهم شويه إيه نحسب روحي تعديت نقرا ميتسي 7 سنين ميتسي يا سعيد لا في هذي جبت فيها سليم برز أمك لعب فما حاجة أنا تو تعبت لي مخ شو هي؟ السيدة دي منعرف مني نعرفه في ذاك اللي بلع في كرشه 250 مليون نعم ذاك تعرفه؟ هو دي سير نعرفه عيشة بهي تو انقشر التفاح ولا ما عينيش اسمعني 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 ما سميش حنين هاو طلع مسكر من جميع النواحي شحال نعملوا يشوف قالي هذا البسيكوبات يعيشك سي هنيف مينيموم دو ريسبي النجمو نلقاو مثلا حل مع عائلته عائلته هو هزك عنده عائله انا ظهر لي قلت لكم عائلته سي توفيق سي توفيق ذكرته براوي ولد مية كان يبلعنا في ستيلويت قبل في المكتب فرخ قطعي اما ما يخاف كان من امه يخاف منها برشا جيبوا امه جيبوا امه اي اي جيبوا انا ناتك ولا نعرف حتى شيء رجع نتاع الراجل ما كانش والله 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 الا ما نكسر لك وجهك بالشليك ما يبيش لك كلام ها اسنو ايوا اي هزوم واك السكر هذيك السنيه هذه جراند كافيه من سيخ ياخر باب الفله اي يعطيكم الصحه لا عاد تخلصنا مبروك عاد قداش انتوما ايوا نبعثوا شويه نجيبوا جاسوس جاسوس بخصي زيما خرجنا لك 250 مليون من كرش حوتة باش تخلص علينا كاسوس ليه عاد كان خرجتهم من الفوق تربحوا الزايزة اما هكا ليه نستو ايوه مش مشيت عاد الحفلة متاع الأمير ولبسة غوب دو ترانسيس غوز مزيانة ياخي حبها الأني ولا يحب يعرس بيه ياخي مشي يلوج عليها من دار الدار باش يعرس بك الطفلة المزيانة هذيك كنزة شيشو قولي ياخي نرجع فين مشيت ولا باش نقلك سي جلال
حطت الصغار ومشيت روحت. شرحوني يا ولادي، راني حي. جرحان واحد، جرحان يا ولادي، عندي دورية. اسيا